برشتنا نزيل الألم. اجتمع مجموعة من الرسامين والفنانين التشكيليين في متحف مدينة إدلب لعرض مجموعة من الرسومات والأعمال الفنية سيتم بيعها ويعود ثمنها إلى متضرري الزلزال في إدلب. تابعوني في هذه الجولة من هذا المعرض. اللوحات عائد الفوائد اللي رح تطلع منها للمتضررين بالزلزال. ما قدرنا نقدم أموال للمتضررين، فحبينا أنه نعمل هالمعرض مشان نبيع هاللوحات اللي قدرنا نرسمها وتنباع إن شاء الله تعالى، والفوائد اللي تطلع منها إن شاء الله تعالى نقدمها للمتضررين بشكل عام. الله يرحم الشهداء ويشافي كل جريح. هو بيشكل بذرة في هذه الأرض، هاي الأرض مليئة بالكآبة والحزن، فهذا القلب بيسحب هاي الكآبة بيحولها لزهرة مليئة بالتفاؤل. فالورد البنفسجي بيدل على التفاؤل والأمل، والورد الأبيض الصغير بيدل على الحياة والاستمرار بالحياة والنظرة الإيجابية. فهيك نحن قلبنا هذا السوريين، أنه رغم هذه الكآبة والسواد ينبض بالحياة وينبض بالأشياء الجميلة. كانت أحد المشاركات لهي اللوحتين، واحدة منهم تحكي عن يوم الزلزال يلي صار، عبرت فيه عن كل شيء يلي صار، البنايات اللي تهدت، الأشخاص يلي ضلت لحالها من أهاليها، الساعة يلي وقفت عند الساعة 4:17 دقيقة، سيارات الإسعاف يلي إجت من المعابر محملة بشهدائنا من تركيا، العالم يلي لجأت للخيم لأنه صارت تحس بالأمان بالخيم أكثر من البيوت. الرسمة الثانية كانت بتعبر عن مساعدة الدفاع المدني، طبعا كل اللي بيقدر بيساعد من أهالي من شباب البلد كلياتهم ساعدوا، بس أنا حبيت إني أذكر شيء للدفاع المدني، هن وعم يساعدوا الأشخاص من تحت الركام.